طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من الصحافة الدولية، نائبة أمريكية تقول: كنت مثل أطفال اليمن عندما كان عمري 8 أعوام. الصحافة العربية تتساءل: معركة الضالع، هل يعود الحوثيون إلى المناطق الجنوبية؟ ومن أخبارنا المنوعة: خلاف دبلوماسيين بين دولتين بسبب تهريب العناكب. أهلا بكم. في طريقه إلى مدرسته في مديرية همدان شمال صنعاء، عثر أحد الطلاب على شكل غريب، ولأن أطفال القرية محرومون من اللعب فإن كل جسم يأخذ شكلا منتظما وملمسا مصقولا يصلح للعب. حمل الطفل الجسم الغريب ووضعه في حقيبته المدرسية، وعندما وصل الفصل ووجد وقت فراغ أخرج هذا الجسم الغريب من حقيبته وبدأ العبث به مع زملائه الذين شاركوه اللعبة بشغف، ويعنون موقع المصدر أونلاين: اللعبة المفخخة التي أدت لمقتل وإصابة 17 طفلا في همدان. وبحسب مراسل المصدر أونلاين، فإن المقذوف انفجر في وجه الطلبة ما أدى لمقتل 2 وإصابة 15 طفلا من مجموع الطلبة الموجودين داخل الفصل الدراسي. وقع الحادث صباح الأربعاء في مدرسة الفتح بمديرية همدان. وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل المصدر أونلاين من مصادر محلية، فإن الطفلين اللذين قتلا في الحادثة هما مهند مجاهد قناف وعبد الله عبد الكريم الأكوع، بينما أصيب 15 من زملائهما، بينهم 3 إصابتهم خطرة وقد نقلوا إلى مشافٍ داخل العاصمة صنعاء. ويتابع الموقع: تتكرر بين الحين والآخر حوادث انفجار مقذوفات يعبث بها الأطفال في عدد من مناطق اليمن التي وصلتها المواجهات. موقع الصحوة نت حدد الجهة التي تركت المقذوفة في همدان، وقال الموقع إن المصادر المحلية أكدت أن 18 طالبا قتلوا وجرحوا بانفجار مقذوف حوثي في مدرسة الفتح بهمدان شمال صنعاء. وقال الموقع إن المقذوفة من مخلفات ميليشيا الحوثي، وقد انفجر أثناء عبث طالب به داخل فصل دراسي في مديرية الفتح بمنطقة الجاهلية بهمدان. ويضيف الموقع: تشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية فوضى حمل مختلف أنواع السلاح، وتتزايد عمليات القتل والحوادث العرضية. جاءت ثورات 2010 و2011 ضمن تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية ارتبطت بسعي شعوب العالم العربي لعلاقة مختلفة مع أنظمتها السياسية. هكذا بدأ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبراء مقاله في القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: أرادت شعوب 2011 إنهاء التوريث أولا في الأنظمة الجمهورية، وفي هذا نجحت مرحليا قبل أن تعود حالة الدكتاتورية والاحتكار السياسي والفساد بصورة أكثر تشددا، وذلك بالرغم من الاستثناء التونسي. وبنفس الوقت أرادت الشعوب أن تخوض تجربة واضحة مع الإصلاح السياسي في جميع الأنظمة العربية، بما يأخذها نحو ضمانة حقوقية وحريات وعدالة اجتماعية. لكن الظروف الموضوعية والتجربة المكتنزة في صفوف قوى الإصلاح لم تكن مهيئة لهذا التحول، مما أدى بالحالة العربية نحو المراوحة والتراجع. المعضلة الأكبر التي نتجت عن ثورات 2011 أن الأنظمة لم تكن مستعدة للإصلاح، ولم تكن متقبلة لأفكاره وقيمه، وكانت بنفس الوقت عاجزة بسبب ضيق مصالحها وضيق أفق بعض قواعدها، فسعت بأقصى قوة ممكنة لإنهاء الظاهرة كما بدأت. لقد استغلت الأنظمة العربية ذلك الضعف الذي ساد تجربة الحركات العربية لتوجيه ضربات شاملة لها. بعد 8 سنوات على حركات 2011، ما زال السعي العربي لعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحريات أساسية لفهم المشهد الراهن. بعد 8 سنوات على حركات 2011، ما زال السعي العربي لعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحريات أساسي لفهم المشهد الراهن والقادم. إن احتجاجات السودان التي بدأت في كانون الأول ديسمبر 2018
وحراك الجزائر العميق الذي انطلق في شباط فبراير 2019 والذي أدى لاستقالة الرئيس بوتفليقة في 2 من نيسان أبريل 2019، يؤكدان بأن المجتمعات العربية بدأت تنتج حالة وعي تسمح لها بضبط حركاتها السلمية. هذه الظواهر ستفرز قوى سياسية جديدة كما ستفرز قادة مجربين. إن فرضية تفكك الشعوب العربية هي الفرضية التي يسقطها حراك السودان والجزائر، فظاهرة الشعوب العربية المتكاملة الأركان في طريقها للصعود، وهي قادمة كتعبير عن رغبة الشعوب بمكانة مختلفة وحقوق ثابتة. إن الموجة الجديدة للحراك العربي كما تؤكد لنا أحداث الجزائر والسودان ترفع شعار الكرامة أولاً. في إطار مساعيها الحثيثة في البحث واختلاق مصادر جديدة لنهب الأموال وتسخيرها للحروب التي تخوضها ضد اليمنيين، تفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية جبايات جديدة على أصحاب رؤوس الأموال في مناطق سيطرتها، وعلق موقع الصحوانت أو عفوا علق موقع سبتمبرنت. بنك الزكاة وسيلة حوثية جديدة لنهب المال العام وتمويل الحروب، وطبقا للموقع فقد بدأت ميليشيا الحوثي تدشين حملات جديدة لنهب وفرض الجبايات من التجار ورؤوس الأموال، محاولة لشرعنة هذه الإجراءات مستندة على توجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي في أحد خطاباته من خلال إنشاء بنك الزكاة. يقول الموقع أن التوجيهات الحوثية تسعى لإصدار قرار بإنشاء هيئة مستقلة للزكاة برئاسة شخص يدعى أبو نشطان، الذي تمكن من إلغاء كافة الحسابات ودمجها في وعاء مالي واحد لدى البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتهم منذ انقلابهم في العاصمة صنعاء ووضعه تحت تصرفه بصفته الشخصية. وتترتب على هذه الخطوات والإجراءات التعسفية إلزام كافة البنوك التجارية والإسلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بدفع الزكاة إلى حساب بنك الزكاة بعد أن يتم التحقق من إجمالي الحسابات المالية والإيرادية للبنوك. كما تمنع توجيهات الميليشيا أي شخص أو جهة تقوم بتقديم المساعدات للفقراء بشكل خاص، لا سيما في شهر رمضان، وإلزامها بتوريد ما تقدمه إلى بنك الحوثيين للزكاة. ويرى خبراء اقتصاديون أن خطوة تأسيس بنك الزكاة تهدف إلى إحكام قبضتها على المال العام والخاص تحت مسميات تتخذ من الفقراء سلما لجمع الأموال. ركز زياد غالب المخلافي في مقاله المنشور في موقع التغيير نت على الزيارات التي تقوم بها وفود ومسؤولون دوليون إلى عدن، معتبرا ذلك إنجازا في طريق استعادة مؤسسات الدولة. تعتبر الزيارة الدولية المتتالية للعاصمة المؤقتة عدن، والتي استهلها وزير خارجية بريطانيا ثم السفير الأمريكي والروسي وعدد من الوفود الدولية والمنظمات الإغاثية والإنسانية، دليلا واضحا على أن هناك تغيرات إيجابية على كافة المستويات. هذه الزيارات تحمل أكثر من تفسير، أهمها توصيل رسالتين مهمتين، الأولى للشعب اليمني والثانية للمجتمع الدولي. فرسالة المراد توجيهها للداخل عنوانها أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالشرعية اليمنية الممثلة للشعب، وأن المشروع الوطني اليمني الجامع هو المطلوب دولياً، وما عداه من المشاريع الميليشياوية بمختلف أسمائها وصورها لن تجد أي اعتراف دولي، ومصيرها الأفول والتلاشي. الرسالة الثانية الموجهة للخارج تحمل في طياتها دعماً كاملاً لحكومة الدكتور معين عبد الملك التي أوجدت مناخاً سياسياً وأمنياً مستقراً إلى حد كبير. كما أن هذه الزيارات تحمل دعوة مفتوحة للدول الغربية والعربية لزيارة العاصمة المؤقتة عدن واستئناف فتح السفارات والقنصليات فيها، وهذا ما بدأت به الكثير من الدول وعلى رأسها جمهورية روسيا الاتحادية. هناك فتحة للنور في هذا الظلام بدأت تكبر وتتسع، كما أن المجتمع الدولي بدأ يشعر بأن الحكومة قادرة على قيادة هذه المرحلة التاريخية، وأن هناك ثقة داخلية وخارجية بها، سواء من خلال التحسن الأمني والمعيشي للمواطن اليمني أو التزام الحكومة بعملية السلام إذا ما التزمت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وهذا ما بات مستحيلاً بعد تملص الميليشيات من الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية ستوكهولم، وهو الأمر الذي قد يقود إلى الحسم العسكري بدعم دولي وإقليمي واسع، وهو ما يتمنه الشعب اليمني حتى لا تطول معاناته أكثر فأكثر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
إلى صحيفة العرب الجديد والتي تتساءل في إحدى صفحاتها: معركة الضالع، هل يعود الحوثيون إلى المناطق الجنوبية؟ وقالت الصحيفة إن الحوثيين يحاولون العودة إلى الضالع تزامنا مع اقتراب ذكرى تعرضهم لأول هزيمة وإخراجهم من الضالع قبل 4 سنوات. وتدور المواجهات داخل مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب وتقع في الشرق بعد سيطرة قوات الشرعية على معظم مناطقها، ويعد هذا التطور بمثابة تحول جديد في المعارك بين الطرفين، لا سيما أن محافظة إب كانت هادئة طوال السنوات الماضية. وتنقل الصحيفة عن أحد المقاتلين في صفوف الشرعية قوله: إن الحوثيين يهاجمون منطقة مريس بأربعة ألوية ويتجاهلون خسارتهم لمديرية النادرة في إب كأول مديرية تسقط من أيديهم في هذه المحافظة. ويضيف أن الحوثيين جاءوا هذه المرة منتقمين، لذلك نقلوا قواتهم التي حاربت في حجور بمحافظة حجة في الأشهر الأخيرة إلى شمال الضالع، مرددين أنهم آتون لتربية وتأديب الضالع التي كبدتهم أول هزيمة. وتعد المعارك في شمال الضالع وغربها وشرق محافظة إب واحدة من أهم الجولات الفاصلة التي قد تغير سير المعارك في اليمن، فضلا عن تأثيراتها على محاولة التوصل إلى حل سلمي للأزمة المستمرة منذ سنوات في البلاد. تابعت الصحافة العربية ما حدث لفنان شعبي يمني اعتدت عليه ميليشيات الحوثي، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: مسلحون حوثيون يقتحمون عرسا لضرب فنان شعبي وحلق شعر رأسه. وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي كان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي يلقي خطابه بمناسبة ذكرى مصرع شقيقه حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة، اقتحمت ميليشياته أحد الأعراس في مدينة رداع بمحافظة البيضاء للتنكيل بأصحاب العرس وبالفنانين الشعبيين المشاركين فيه. وأفاد مقربون من الفنان الشعبي اليمني ملطاف الحميدي بأن مجموعة حوثية مسلحة اقتحمت العرس واعتدت عليه بالضرب بأعقاب البنادق قبل أن تقوم بالتشهير به عبر حلاقة شعره الطويل الذي عرف به أثناء رقصاته الشعبية الشهيرة. وذكرت المصادر أن المشرفين الحوثيين أخبروا الحميدي أن إطالة شعره بشكل زائد يعد من الأشياء التي تتعارض مع تعليمات زعيم الجماعة الذي يزعم أنه يريد من خلالها محاربة الغزو الثقافي الغربي. وتضيف الصحيفة أن الميليشيا تعمدت طمس صور الإعلانات التجارية التي تروج لمستحضرات تجميل في عدد من شوارع صنعاء بذريعة أن هذه الصور من الأشياء التي أخرت انتصار الجماعة. ويقول الكثير من الناشطين اليمنيين أن أساليب الحوثي لا تختلف كثيرا عن أساليب التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش خاصة، وأن هناك قواسم فكرية عديدة تجمع الحوثيين بالتنظيم الإرهابي، من بينها تقسيم المجتمع إلى مؤمنين وكفار لدى داعش وإلى مؤمنين ومنافقين لدى الحوثي. الربيع المتجدد والثورة المستمرة. تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في جزء منه: لقد صحت الشعوب اليوم ولم يرهبها حجم وهود التضحيات التي قدمتها ولا سيل الدماء التي سفكت من شبابها وأبطالها، بينما زادها ذلك إصراراً على المضي في مشروع الانعتاق من ربق الاستبداد بكل صوره السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. عرفت الشعوب طريقها جيداً نحو إرادتها وحريتها، وهي اليوم أكثر قدرة على النضال والصبر والتضحية من أي وقت مضى. وتعظمت أمام هذه الأمة قيمة الكرامة والحرية وثمنها الغالي من الدماء والمعاناة. أما معسكر الثورة المضادة فقد أنفق كل ما لديه من مال ومكر وشرور، لكنه لم يستطع أن يوقف سيل الثورة وإرادة الحرية والكرامة، وإنما انكشف أكثر فأكثر عن ما هو فيه من مؤامرة وانحطاط قيمي وأخلاقي وإفلاس سياسي ستكون نتائجه وخيمة ومدمرة على حملة هذا المشروع التخريبي والتدميري للقيم والأوطان معا. ما تشهده المنطقة العربية اليوم حتى في بلدان الموجة الأولى للربيع العربي والتي عول كثيرون على قتل روح الثورة فيها، إلا أنهم لم يستطيعوا ولن يقدروا على ذلك بفعل هذا الوعي الخلاق وروح الإصرار على الانتصار مهما كانت التداعيات.
فما حصل قبل أسابيع في مدينة درعا السورية التي سقطت بيد النظام، وأراد أن يعيد الإعمار فيها مبتدئاً بإعادة بناء تمثال للرئيس السابق حافظ الأسد مكان التمثال السابق الذي دمره الثوار، فخرجت مظاهرة في المدينة منددة بذلك في دلالة عميقة على أن الثورة لم تمت على الرغم من بعض الهزائم التي لحقت بالثوار هنا أو هناك بفعل الإخفاق في إدارة الثورة وتسلل المخبرين إلى قلبها وحرف مسارها لتمكين أعدائها من ضربها وإجهاضها. أعلنت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر أنها ستصوت بنعم على قرار وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية في حرب اليمن، والمتوقع أن يصوت عليه الأسبوع المقبل بعد تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل أسبوعين. وتعنون شبكة CNN: النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تحدد موقفها من قرار قطع دعم السعودية في اليمن. وقالت النائبة الأمريكية أنها في الثامنة من عمرها كانت في مخيم للاجئين، وأنها عندما ترى الأطفال اليمنيين في المخيمات فإنها ترى نفسها. وأضافت: من كان يعلم أن إلهان الطفلة ذات 8 أعوام في مخيم ستصبح ممثلة لولاية أمريكية، وأن هذا يمنح الأمل للأطفال الآخرين. وبخصوص قرار وقف الدعم قالت: سأصوت بنعم على مشروع قرار سينهي انخراط أمريكا في الحرب على اليمن. هذه الحرب مسألة إنسانية وكارثة بحقوق الإنسان، ويتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي حق النقد الفيتو لوقف مشروع القرار الذي ستستثنى منه القوات الأمريكية التي تقاتل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، والذي يطلق على نفسه اسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ويذكر أن 54 سيناتورا بمجلس الشيوخ صوتوا لصالح مشروع القرار قبل أسبوعين، منهم 7 أعضاء جمهوريين مقابل رفض 46 عضوا في تحرك وصف على أنه صفعة جديدة للسياسات الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلافات يمكن أن تؤثر دبلوماسيا، والسبب تهريب حشرات، وآخر هذه العمليات ما جاء في صحيفة الحياة اللندنية: ضبط 750 عنكبوتا مهربا في الفلبين، حيث ذكرت السلطات الفلبينية أنها فتحت طردا ملفوفا بورق هدايا مشحونا من بولندا، ووجدت فيه 757 عنكبوتا محشوا في عبوات بلاستيكية. وكانت الحمولة غير المشروعة التي عثر عليها في مركز بريد قرب مطار ميلانا آخر عملية ضبط في هذه الدولة التي تعد مصدرا رئيسيا ونقطة عبور لتهريب الحيوانات. وبعد اشتباه عناصر الجمارك بالعبوة فتحوها ووجدوا علب بلاستيكية ودقيق شوفان وشاي، إلى أن تلك العلب كانت تحتوي على عشرات العنكبوتات البلاستيكية المليئة بالعناكب. وقال أرين مارترور رئيس وحدة مراقبة تهريب الحيوانات البرية التابعة لوزارة البيئة: إن العناكب المضبوطة التي تبلغ قيمتها حوالي $5,700 تباع كحيوانات أليفة. الأحداث كما وثقها مصورو الجارديان البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسامي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.